بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج فايل نيم ده بيفيد ان انا اعمل ليست اوف دروينج. افتح البرنامج وابدا احدد المكان اللي انا عايز اعمل ليست اوف دروينج فيه. على سبيل المثال مثلا هعمل ايه، اوكي، ممكن احط فيه الملفات السب فولدر، تمام، ممكن اقول له ديسبلاي، ماشي. واجي هنا لو انا عايز اعمل فلتر، لو انا عايز احدد الفايل تيب، يعني عايز اقول له مثلا اهتم بمزيد معين زي دي دبليو جي، تمام. ممكن اقول له وريني التوتال، وريني الديت، وريني الباص، اكتب لي المسار، تمام. ممكن اقول له اعمل لي فول باص زي ما انا عايز، تمام. وبعد كده اخد الحاجات دي كوبي واحطها في اي فولدر، في اي ملف وورد، اعمل سليب.